الربيع هنا في الخرطوم أخذ شكلا مختلفا بعيدا عن تغيير الأنظمة والاقتصاد والمال، حتى يدفع الغرب فاتورة الفيلم الجديد المحاكمة الدولية لمحمد، وبصورة حركت مشاعر المسلمين دون دعوات أو تنظيمات. بإذن الله الكريم وتعالى نصرنا ربنا سبحانه وتعالى، ابدعنا ربنا سبحانه وتعالى، نحن هداية الأيمان، نحن هداية الإسلام، نحن هداية الرسول على الصلاة والسلام. لم نرزل للأمريكان ولم نتهان للأمريكان. نحن الآن في مجد جديد وفي عهد جديد وفي ميلاد جديد، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن المسلمية تحولت إلى قوة، ورغم الغاز والدموع ليصعد المتظاهرون قمة المبنى وليحرقوا العلام وجزءا من السفارة الألمانية، منادين الحكومة بقطع العلاقات مع دول الغرب. ناصرون ومتقدمون وقادمون، وجيش محمد قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم الأقر، هي يوم الفرقان ويوم النصرة ويوم العزة لرسولنا الكريم. ما دايرين نقول امشوا سفارة أمريكية ولا الألمانية، نحن بنقول للرؤساء والملوك العرب استهوا واتقوا الله في هذه الأمة، واقطعوا العلاقات مع أمريكا، واقطعوا الصلات مع الولايات المتحدة. لا أمريكا تنفعنا ولا أمريكا تضرنا، والزارين غير الله اللي يغطينا. المشهد الأول قد انتهى هنا عند السفارة الألمانية بإنزال علمها في صورة قد تكون أكثر استمرارا في مقبلات الأيام إثر الفيلم الأخير الذي نشر في المواقع الغربية مسيئا للرسول الكريم. لكن